السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير. غادي تشوفوا اليوم كما كتشوفوا الكوزينه مغيره عليكم. انا راه جيت عند الوالده البنات، جيت انا وعثمان ويحيى، جينا ندوزوا مع هاد الايام واحد 3 ايام وقلت نديكم معايا. وبواحد المناسبه غادي نديروا واحد الحفيله اللي هي زوينه، عاد تعرفوا اش غادي نديروا اليوم. كما كتشوفوا اليوم راه صايم الوالده وعثمان صايم، انا ما صايماش راكم عارفيني مع المرض. وبغيت نشكركم بزاف على التعليقات ديالكم الزوينه، الله يخطيكم عليا، وعلى اللايكات اللي حطيتو ليا في الفيديو باش طلع لي الفيديو، الله يخطيكم عليا، شكرا بزاف بزاف كاملين كاملين. وكتفرحوني بدوك التعاليق الزوينين بحالكم، شكرا بزاف. وشكرا كاع اللي خدا من وقت ديالو تفرج لينا في الفيديو ديالنا، الله يسهل عليه وكاع داكشي اللي كيتمنى في الحياه ديالو الله يسهل عليه يا ربي. المهم غادي نشارك معكم هذا النهار عندي في الدار عند الوالده. مهم ان شاء الله راه غادي ندير لكم فيديو، يعني الدار اش دارت فيها الصلاح اللي صلحت في الدار. مهم بعد هذا الفيديو الاول غادي نديرو لكم، غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي هو زوين ديال واحد الصديقه ديالي، راه عندها نيت قناه هي اللي كان يعني اي حاجه كنستاشرها بزاف د الحوايج، كدير الحلويات زوينين. غادي ندير واحد الكيكه من حلويات حليمه ام امير، دابا نحط لكم الرابط ديالها ودخلوا عندها مرحبا بكم. راه كدير حلويات اللي هما يعني اقتصاديين وفي نفس الوقت زوينين وراقيين. المهم بلا ما نكثر عليكم غادي ندوز نغسل المواعن ديال الوالده، حطها وليا تما وغادي نصب. المهم ما عرفتش كره هي اللي غادي تنصب، تنصبي انت ماما صافي تنصبي انت باش انا ندوز نصاوب ليهم الكيكه باش نشاركها معاها. المهم وصافي هادشي اللي كاين. وليا كتفك كثرت الهضره، برك من ديك الهضره ديالك، سيري قدي شغلك ورينا اش غادي ديري. يلا انتوا معايا. البنات راني صوبت هذا الكوكوت وليا صايبتها، مشيتي صايبتها عند المعلم كنصاوب في الغداء البنات. وغادي ندوز نصاوب الكيك دابا، هانتوما معايا راني حاطه كلشي هنايا. الكيك حاطين كلشي قدام هنايا في البراد، حاطين كلشي، غسلت المواعن كلشي حطيته حدايا. المهم ماما جيب لي هذيك راه تحرق ولا نصاوب الكيكه. اتي هو الاول، سمعوا هذا الاخ عدي، اتي هو الاول راه جا، اتي هو الاول. اسير يا لا مساليه ليك نصايب الكيكه، سير صايب اتي راسك، تبارك الله وليدي قد جبل وباغي ندير لك انا اتاي زوينه هادي. ها الواليد غتصاوب لك اتاي يلا. غادي نعطيكم مقادير دابا، مقادير سهله وبسيطه. المهم هانتوما معايا، غادي ندير ثلاثة البيضات. هذا البنات كيك بريستيج، كتسمعوا راه عارفو كيفاش كدير الحاجة هكا. غادي ندير ثلاثة البيضات هانتوما، غنعبر بكاس تاع العنب البنات، هاهو يا كاس ديال السنيدة. السيدة ماما غويضة، ها واش عندك هانتوما كاس تاع السيدة، وحدة ديال سكر بنكهة الفاني ديال الزولة ديال ايديا المهم اللي كان عندكم، وغادي ندير الزيت. الزيت ما قلب عند الزيت، خصني نقعد معاك واحد السيمانه يلا نعرف الحوايج كاينين.
ونص كاس ديال الزيت هانتوما، نص كاس تاع الزيت، وما عنديش هذا غادي ندير نسكافي ديال الدرهم البنات مع نص كاس ديال الحليب، ما عنديش نسكافي، عندها غير القهوة العادية. المهم إلا كانت متوفرة عندكم نسكافي خلطوها مع نص كاس ديال الحليب صافي، وديروا بحال هكا. غادي نطرب بالباطور، إلا ما عندكمش الباطور طربوا بداك الطراب العادي. نطرب البنات كيسونس ديال الدقيق هنايا، وغادي نديرو الكاكاو، ثلاثة المعالق كبار تاع الكاكاو، نزيدو الكاكاو تقريبا واحد جوج دراهم، عطاني فيها نيت هانتوما، صافي. هانتوما البنات ها الكيكه كتجي لهذا الشكل. غادي ندير دابا المول، ها المول اللي غندير فيه، دور المول اللي غندير فيه، غير فيه هانتوما شدوق ويلي خضر نسطي الاخر قال لي راه ندوق راه ندوق دوقه خضره تطيبوا ديك الساعه دوقه. غندير هاد المول، المهم اي مول عندكم المهم يكون هاكي يتحل من هنايا. غندير لها شويه الزبده وندير عليها الدقيق، كتجي زوينه. هانتوما البنات راني صوبت هذا، غادي ندير الكيكه ديالي باش انا الفيديو يجي طويل. غطيب دابا ونوريكم هي الكيكه طابت. ها هي غادي نسقيها، درت كاس تاع تقريبا نص كاس ديال الحليب مع الشوكلاط داك الاسود، تقريبا واحد شي 5 دراهم ديال الشوكلاط، وغادي ندير هاد دانيت ديال الفلون هذا، غادي نديرو مع هاد الحليب والشوكلاط، غادي نسقي هاد الكيك كامل نسقيه صافي. هادشي اللي كاين. وبقى الطبقه الثالثه هي غادي ندير هذا دابا ديال الكريم شونتيه، هكا حتى كيذوب هذا الشيء، وغادي نسقي كامل، نسقي الكيكه دابا. درت البنات دابا هاد الفلون كراميل، انا غادي نسقي هاد الكيك ديالي، نسقيه بالمعلقه كاملو، شدوا البنات طقبوه بحال باش يدخل لكم، يدخل لكم هذا، يدخل لكم السخوه ديال الحليب. ها انتما البنات الكريمه دابا، ها انتما الكريمه هذه خديتها ب 13 درهم، غادي نطلع درت الحليب بارد في الفريكو، غادي نطلع بواحد نص كاس ديال العلبه ديال الحليب، ولاغوم عندي هذه لاغوم ديال القهوه، دايره اختي حليمه دايره لاغوم ديال كابوتشينو، قالت لي كتجي زوينه، ولكن انا ما لقيتش ديال كابوتشينو تاع ديال القهوه. وعندي غبره، عندي شوكولاط غبره حلو صافي. هادشي اللي كاين، وهذا دخلتهم للفريكو، ضروري يدخلوا للفريكو البنات باش يطلع لكم، يطلع لكم الكريمه دغيا تطلع لكم. هانتوما انا غنبدا وتشوفوا الطريقه. البنات غادي ندير كاس ديال الحليب مع هاد هانتوما، غندير لاغوم ديال هذا،
دير حتى معايا القرمه ماشي مشكل، تعطي واحد اللذة زوينه بكر. وكندير واحد المعلقه ديال اللبن غادي نطلع هادي صافي، غادي يكونوا باردين باش كتطلع هادي. بنات هيايا طلعتها ها الكيكه ديالي، غادي ندير دابا صايبها، غادي نصوب هانتوما البنات. قاديت الكيك ديالي هاهو، درت فيه الكريمه، غندخلو دابا الثلاجه، واللي مبقا درتو في هاد ديال باش نزيد بيها ندخلهم بجوج. المهم كان نحس بالكريمه وقعدوا قاعدين يتهاوى شي حدايا مع صايب، هي ضاقت لا هذيك الكريمه وكيصحابني كيصحابني رمضان مع صايب كيصحابني رمضان كل الصيام والحمد لله كملت الصيام كيما هو. بنات ما قدتنيش زدت واحده اخرى، اسمح لي ما قدتنيش نزيد واحده اخرى، مشيت جبتها من عند الماحل. قول شنو هي؟ الحمد لله كملت ديك الصيام ديال شوال، اللهم بارك. وانا باغي ان شاء الله نحافظ على ديك الاثنين والخميس ان شاء الله، لا طول الله العمر هذيك السياره كامله. عندك الاثنين والخميس؟ علاش الاثنين والخميس؟ سبحان الله تعرض الاعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض فيه الاعمال، علاش الناس كيصوموا الاثنين والخميس؟ هاد الايام هاد الاثنين والخميس تعرض فيه الاعمال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف هاد الخير كثير جدا. والايام البيض 13 14 15 هي يعني، علاش يعني كاين واحد الحكمه الانسان خصو يصوم دائما ايد الى وفقكم الله سبحانه وتعالى. اي سمحوا لينا هذا الفيديو راه غيكون طويل، غير تفرجوا فيه. بنات ها الكيكه صوبتها ماشي هيتكم، واخا انا راه ما عنديش مع ما كنعرفش بزاف شي محترفه، غير على قد الجهد على قد الحال وصافي قبلوا عليا. على قد الحال وعلى قد الجيب. هانتوما كي جاتكم تكتبوا لي في الكومونتير وتقول لي رجاء واش جاتكم زوينه ولا لا. هانتوما غندخلها دابا للثلاجه تبرد لي مزيان، وزوقتها بهذا، هذا اللي وريتكم قبيله، هذا خديت منه 5 دراهم وزوقتها بهذا بالبودره ديال الشوكولات. ها هي نوريها لكم عثمان، ها عثمان قاعد حداها بغي يفطر بيها. واللي عجبتك الحلوى يدير ابوني سبسكرايب يفعل الجرس وبارطاجيو بالصحة والراحة، الله يجعل ديما ايامكم كلها حلوة بحال الحلوى. اللهم امين. يلاه بصحتكم. البنات احنا كملنا كملنا الحلوى، ها هي البنات بمناسبة 40,000 ابوني، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة احنا وانتوما، ومن الصعب تكونوا معانا بحال قاعدين معانا والله العظيم. عثمان مشى جاب المناضة كما كتشوفوا، ها الكيكة اللي وريتكم صايبتها ها انتوما، ها السي يحيى كيلعب في التليفون. يحيى قول سلام. قول سلام يحيى. وهانتوما 40,000 ابوني ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله كنتمنى تولي عندنا 100,000 ابوني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله التشجيع ديالكم ان شاء الله باذن الله غنوصلوا ان شاء الله هذيك 100 باذن الله، وغنديروا ان شاء الله حلوه كبيره ان شاء الله باذن الله. هانتوما هانتوما بسم الله جات حقيقه زوينه، نقرب لكم حدا نقرب لكم هي كابينه، هي كتخطا ولا هي دايره مقابلينها؟ وقيلا هذيك وقيلا كيبان لي غنفطر على على شي حلوه. البنات هاد الناس ما بغاوش يقعدوا حشمو، كيبقاو تما تنقرد الحلوه، بقاو قاعدين تما تنكملوا. بدر هكا بدر هانتوما كي جات البنات جات زوينة، شكرت العروسة هي أنا، شكرت العروسة شكونها ماما هي أمها ياك. هذه في خاطركم هاي 40,000 كا، ها؟ هاي 40,000 كا
ها هذا كويس خويا بدر الدين. انتما البنات انا غنفطر نفرح الصيام انايا. نتمنى يلا تفطر دابا. غادي نقطع لي واحد القطيعه القطعه نتايا ذوق الحلوه كي جاتك. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك دويرة بصحتكم وراحتكم رطبة كتجي عجيبة ما شهيتكم بصحتكم. خلاو تقريبا شي 3 السوايع في الثلاجة باش يلا كتشرب. 3 السوايع مكتيناش؟ لا بعدش كتشرب لا خصكم شوية راهي متجيش ناشفة. خصكم شوية راهي متجيش ناشفة. ضروري بغيتي في الثلاجة بزاف غتشرب بزاف. لا بالعكس لا منشربش بزاف. وهادشي اللي كاين دابا نشاركو معاكم هاد الدور الحفيلة اللي هي بسيطة بزاف. إوا نتمنى من الله تكونوا بخير وانتوما كتشوفو هاد الفيديو تاع اليوم. وإلا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش لايك كيف العادة. أشكر على التعليقات ديالكم اللي هي زوينة زوينة كتفرحنا والله العظيم كتفرحنا بزاف. وصافي هادشي اللي كاين ما تنساوش لايك 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 خلاتيني ما تنساوش لايك ما تنساوش لايك عفاك ديروا لايك لايك إلا عجبكم هاد الفيديو. مالك لا وليت كنخلع ياك بارطاجيو يا هي وقال لكم بارطاجيو والله عاونوا ما تقضوا الصيام. صحة فطوركم. سلامة البنات.